مسألة أهل الكتاب. لما نتكلم عن أهل الكتاب في عندنا الشق الثاني منهم وهو المسيحيين. نجد برضو المسيحيين أشد الناس أقربهم مودة للذين آمنوا، الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان. طيب يعني علة إن هم أقرب الناس مودة إن هم فيهم القسيسين والرهبان؟ طيب نجد إن في آيات تانية لا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. طب هل الأحبار والرهبان دول هم سبب إن كل رجال الدين المسيحي هم دول اللي خلينا بتعاملهم ومعرفتهم نقول إن الأقرب الناس مودة الذين قالوا إن نصارى، ولا الأحبار والرهبان كثير منهم أصلا أكثر الأحبار والرهبان تمام يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله؟ لما يقول إنه أهل الكتاب دول المسيحيين هم دول الأقرب الناس والمعتقد بتاعهم الى حد كبير هو معتقد يعني نقدر نقول انه سماوي، هو كان بيقول المسيح ابن مريم وامه، وفكره انه يتكلم عن المسيح ابن مريم دايما بالقول الحسن، وفجاه يبدا ينقلب الكلام من يا مريم يعني ما كان ابوك امراه سوء وما كانت امك بغيه، وفكره يا اخت هارون، وفكره انه يعني يتكلم عن مريم دايما بالشكل الكويس ويتكلم عن المسيح بالشكل الكويس، وهو ده خطابه، يذكر المسيح بخطاب متودد وخطاب جميل، يقول ان المسيح ده وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وفكره ان هو يعني يتكلم في المهد صبيه والى اخره تمام، وفكره او يكلم الناس في المهد تمام، وفكره انه يتكلم بنوع من الخطاب اللي فيه لين وفيه مش عايز اقول يعني نوع من التزلف او التقرب الى المسيحيين او النصارى حد وصفه بان هم اصحاب المعتقد اللي فيه مريم والمسيح، مريم والمسيح، وتلاقي ده موجود في اياته متكرر. وبعدين يبدا ينقلب الكلام عن مريم والمسيح الى الكلام عن معتقد المسيحي نفسه، وتوجيه النقد اللاذع للمعتقد المسيحي نفسه. انتم اتخذتم مريم الها، انتم اتخذتم المسيح وامه الهين من دون الله، انتم اتخذتم المسيح ربا ثالثا، او قلتم ان الله ثالث ثلاثة، انتم قلتم المسيح ابن الله. ويبدا يتوجه الى توجيه هذا الخطاب العدائي الغير مفهوم لما تنظر له من نظره ايمانيه بحته، يعني ننظر بنظره كده بعيده عن الاجتماع خالص، يعني نبعد عن السوسيولوجيا ونبعد عن المجتمع وننظر. انت دين جاي تبلغ رساله معينه، مش بالضروره انك تنتقد المعتقد المواجه او المقابل ليك في المساله اللاهوتيه، يعني ممكن تقول انه الشريعه اللي انا جاي بيها زي ما كان الاديان اللي قبلك بتيجي بتقول والله ما جئت لانقض بل لاكمل، زي ما انت نفسك كنت بتقول مصدقا لما بين يديه من الكتاب تمام، فكره ان هو بيثبت ما بين يديه من الكتاب ويصدق على ما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني بيجي يزود ويضيف على هذا الكتاب، ولكن يصدق في المقام الاول على هذا الكتاب، الى تحول 180 درجه لا، الكتاب اللي قبلي محرف، انا مش جاي اصدق على ما بين يدي من الكتاب، انا جاي اثبت ان الكتاب ده محرف، انه دول يكتمون الكتاب او يكتمون ما انزل الله بيخبوه، او يكتبون الكتاب بايديهم، يكتبون بالباء ويكتمون يعني فكره الكتمان، كتمان الوحي او كتابه الوحي، التحريف بايديهم، فكره انه في ليا بالسنتهم وطعنا في الدين، فكره ان هم يلوون السنتهم، فكره ان هم يحرفون الكلمه عن مواضعه، يبدلون الكلام ويحرفوه عن موضعه. الاتهام ده يتنافى تماما مع اتهام مع قولك بان انت جاي مصدق للكتاب، يبقى في نوع من انواع التغير في الافكار والتغير في الحكم على الامور نتيجه لحاجه ما نقدرش نرجعها او نعيدها الى شيء غير انه كان في تغيرات اجتماعيه محيطه بالاسلام، وده اللي بنتكلم عنه، فكره المرونه. مش بقول ان المرونه دي كانت شيء بالضروره كويس دايما في كل المواقف، ولا بقول انها بالضروره شيء سلبي في كل المواقف، لكن بنشرح الواقع اللي موجود اللي هو على نقيض تماما ما يطرحه الاسلامويون النهارده في فكره انه احنا معانا خطاب المسيحيون كلهم كفار. يعني ده خطاب واحد وحادي، هو الاسلام اصلا ما جاش قال كل المسيحيين كفار، قال الذين كفروا من اهل الكتاب. زي ما قال لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، هو برضو قال اليوم أحل لكم طعام الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من النساء، أو قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فكرة أنه عادي جدا طعام الذين أوتوا الكتاب تأكلوا منه. طيب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني تجوزوا من المرأة من أهل الكتاب، وبالتالي هل ينفع أن أنا أقول لا نتخذ منهم أولياء وبعدين أقول نسيبهم ونتجوز منهم، أو أرجع أقول نتجوز منهم وده حكم وحي سماء نزل وتقال فيه نتجوز منهم، وبعد ما اتجوزنا منهم وناسبناهم وعشنا معاهم في بيت واحد يتقال لي لا تتخذوا منهم أولياء نطلقهم يعني ولا نعمل إيه؟ فالخطاب نفسه مش أحادي، مش خطاب واحد، مش لون واحد زي ما قلنا وبنعيد.
ده بالنسبة لي مسألة الكفار المشركين، مسألة الأهل والأقارب، لمسألة الصحبة والخلان، لمسألة اليهود، لمسألة المسلمين، لمسألة المسيحيين إلى آخره.